في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى. لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكثير والند والنظير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله ولم به بعد الشتات وامن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. البخاري رحمه الله تعالى، والقصة المشهورة عنه أيضا التي حصلت في بغداد لما أرادوا أن يمتحنوه وأعدوا له 10 محدثين، وكل محدث حفظوه 10 أحاديث ولبسوا أسانيد بعضها على متون الأخرى، يعني مثلا عن 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 مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ياتون بهذا السند وياخذون المتن الحديث ويضعونه لحديث اصلا رواه ابو هريره، وياخذون ابا هريره ويضعونه لهذا الحديث، ياخذون السند ويحطون له متن لخبطوها، ثم جاءوا الى البخاري وقال انت تزعم انك عالم حديث وتحفظ، ها امتحان عند الخليفه، قال ما عندكم؟ قالوا له عندنا احاديث اسمعها منا اخبرنا. قال فجلس، فبدأ الأول من العلماء وقال حدثنا فلان عن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. البخاري يعرف السند ويعرف الحديث، لكن يعرف أن هذا الحديث لم يروى بهذا السند، مروي بسند آخر، وهذا السند مروي به حديث آخر ما هو بهذا. فقال لا أعرفه، فجعل الناس العامة ما يدرونها حيلة، ينظر بعضهم إلى بعض، هذا ما يعرف. ثم قال الثاني وحدثنا، وساق الأول 10 أحاديث والثاني 10 وساقوا 100 حديث وكلها يقول لا أعرفه، لا أول مرة أسمع به لا أعرفه. قالوا تزعم أنك عالم وتريد مجلسا في المسجد وتحدث الناس وأنت ما تحفظ؟ فقال أحفظها على غير ما ذكرتموها. قالوا كيف؟ قال أما أنت فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا خطأ، بل حدثكم فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، انتهينا من الأول. وقلت في الحديث الثاني حدثنا وصار يقولون ما ندري، نعجب من حفظه للأحاديث الغلط والأسانيد الغلط ثم تصويبه لها أم نعجب من حفظه للصواب؟ يعني هو يا جماعة ما قال أنا بعطيكم الأحاديث بالسند الصحيح اللي أحفظه، لا، قال أحاديثكم اللي الآن حدثتم بها بالأسانيد سأسوق لكم أسانيدكم الخطأ وأصححها لكم. هذا من أعجب ما ذكر عنه رحمه الله تعالى. وأيضا في سمرقند اجتمع 400 محدث، وطبعا لما نقول 400 يعني الأعداد كبيرة كانت في الحديث، ترى كان الأمة يا جماعة في أيام، يعني في تلك الأيام وما بعدها وإلى يومنا هذا لا يزال فيها بركة، كان عندها من العز والعلم والتقدم الشيء الكثير. يعني في عهد البخاري في بغداد طلع مرسوم من الخليفة ألا يشتغل بالطب إلا من اختبره طبيب الخليفة في بغداد بس، يقولون فتقدم للاختبار 800 طبيب، هذا في عصر البخاري يعني في القرن الثالث من الهجرة، في عام أقل من 300 للهجرة. قال وكان هناك أطباء لم يختبروا لأنهم جاوزوا القنطرة خلاص، يعني الأطباء الكبار ما اختبروهم، هذا بس الأطباء الصغار، فما بالك بالمحدثين كم سيكون عددهم. اجتمع 400 حديث وعند البخاري في سمرقند، وأدخلوا أحاديث أسانيد الشام في أسانيد العراق وأسانيد العراق في أسانيد، لخبطوا الأسماء، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وجاءوا بالأحاديث هكذا جزافا من غير شيء. يقول وجعلوا يقولون له ها أعطنا الصواب، قال فيسوقه لهم والله ما وجدوا عليه سقطة لا في حديث ولا في متن. يقول البخاري يقول تذكرت يوما الرواة عن أنس وأنا أريد أن أنام، جلست أفكر في أنس بن مالك ما الذي روى عنه، قال فجاء في جاء في عقلي في ساعة واحدة 300 نفس أعرف أسماءهم كلهم رووا عن أنس رحمه الله تعالى. البخاري كان أيضا يفتي في صغره وكان عنده عدد كبير من
الطلاب. وكان رحمه الله تعالى أيضا له وجود في كما ذكرت في البلدان، ويحاول أن يرجع إلى بخارى وسمرقند وما حولها لأنها بلده الأصلي. فرجع مرة ثانية إلى بخارى، ومر في أثناء رجوعه إلى بخارى ببعض البلدان، وكان خالد بن أحمد الذهلي هذا قد حقد عليه، فبدأوا يركبون عليه فتاوى. يعني سبحان الله، شفت اليوم لما يركبون على شيخ فتوى وينشرونها عنه ويبدأون يضحكون عليه هو أفتى بذلك، ركبوا على البخاري فتوى بأنه أفتى بأن الطفلين إذا رضعا من لبن شاة واحدة صار أخوان من الرضاعة، وصاروا يحدثون بها عند الأمراء والأمراء يضحكون، هذه فتاوى البخاري ويضحكون عليه، مثل ما ينشر اليوم مع الأسف جهاد المناكحة وما مناكحة هالخرابيط اللي تركب على مشايخ لأجل أن تفسد نظرة الناس إليهم. أثر هالموضوع من قديم، وصاروا يريدون أن يفسدوا نظرة الناس للبخاري، فصاروا يركبون أحاديث، وإذا الرجل حافظ ما استطاعوا يقولون هذا ما يحفظ وهذا يلخبط، فركبوا عليه فتاوى وصاروا في المجالس يتضاحكون. سمعتم آخر فتوى للبخاري؟ يقول إن الطفلين إذا شرب من لبن شاة واحدة صاروا أخوان من الرضاعة، ويضحكون عليه. والبخاري رحمه الله تعالى كان ينفيها، لكنها دبرت عليه من بعض مبغضي. استمر البخاري رحمه الله تعالى على علمه وعلى حديثه وعلى تعليمه للناس، ولكن يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وصل عمر البخاري تجاوز 60 بقليل، ولا يزال في قوته وفي يعني نشاطه، ويحدث ويحفظ ويفتي الناس، عالم الدنيا يعني إلى يومنا هذا، هو من علماء الزمان الذين لا يشق لهم غبار. فاشتد حقد خالد بن أحمد الذهلي عليه، رأى الناس قد اجتمعوا عنده وصار كأنه هو الأمير دونه، فأقبل إلى رجل اسمه حريث بن أبي الورقاء، قال له: ركب عليه قضية. حريث هذا مع الأسف كان طالب علم شيخ، ولما يجي يركب فتوى أو قضية على شيخ مثله يعرف من وين يدخل. فركب عليه أن البخاري رحمه الله تعالى يقول إن ألفاظ القرآن مخلوقة، القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، فافتروا عليه أنه يقول إن القرآن مخلوق، والبخاري ما قال ذلك رحمه الله تعالى، وألف كتابا في ينفي مثل هذا عنه. قال: فظهر هذا وأقبل إليه بعض الناس يضربونه، كيف تقول بهذا العقيدة الفاسدة وكيف، وطردوه من بخارى. قال: فخرج وقال: اللهم أرهم ما قصدوني به، اللي افتروا علي، أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم، يا الله مثل ما تسلطوا عليه سلط عليهم وعلى عيالهم وعلى أهلهم. وخرج من بخارى مطرودا منها من بلده. وسبحان الله لم تمضي أيام وإذا بخالد بن أحمد الذهلي حاكم بخارى مبسوط طبعا هو طرد البخاري، وإذا به يأتي الأمر من الخليفة ويفصل من إمارته ويطاف به على أتان أنثى الحمار وهو مقلوب مسود الوجه، يطاف به يجلد ويذل ويحبس أمام الناس حتى مات في سجنه. وابتلي حريث بن ورقاء في أهله في أمور سيئة جدا ذكرت لها قصص، ابتلي في بناته وفي زوجاته وفي جواريه، ابتلي بلاء عظيما. وكل من سبحان الله كاد للبخاري وجد نتيجة ذلك إما في نفسه أو في ولده أو في أهله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خرج رحمه الله تعالى إلى قرية اسمها خرتنك قريبا من سمرقند، وبقي فيها قرية يحدث الناس. أهل سمرقند أكبر من خرتنك، فصاروا يراسلونه يقولون: يا بخاري، أنت عالم كبير، تجلس في قرية ما فيها إلا ربما مسجد أو مسجدان وعدد قليل، تعال عندنا وتعلم العلم وانشر علمك، نحن لسنا بخارى، نحن سمرقند، تعال عندنا وعلم الناس. فكان يتردد وكان يصلي ويبكي، يقول بعض أصحابه، يقول عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: سمعته ليلة وقد فرغ من صلاته عند أحد أقرباء السكن يقول: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك.
قال فما تم شهر حتى قبضه الله إليه. أهل سمرقند كانوا خلال هذه الأثناء يدعون تعال عندنا، فعزم يوما على أن يخرج عندهم، بيطلع من خرتنك هذه القرية الصغيرة بيطلع إلى سمرقند أكبر وأوسع، والطلبة يأتون من كل مكان وفيها منافع لهم. فلبس خفيه وشد على نفسه عمامته وأقبل إليه بعض أصحابه ليخرجوا معه، هو قوي يعني ما ليس شيخا كبيرا. يقولون فلما أراد أن يركب الدابة قال أعيدوني قد ضعفت عن ذلك، أنا أحس أن جاني شيء أضعفني، ما أقدرني أركب الدابة. قالوا يعني أنت في قوتك ونشاطك. قال أعيدوني قد ضعفت عن ذلك. قال فرجع واضطجع وسال منه عرق كثير حتى مات. مات وعمره 62 سنة، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر، يعني في آخر يوم من ليلة من رمضان، في أو أول ليلة من شوال في سنة 256 للهجرة، وقد عاش 62 عاما إلا 13 يوما. البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر أنه ترك ذرية، يعني بحثت ويعني فيما ذكره العلم في سيرته لم يذكر بأنه كان من أولاده فلان وفلان، وربما أيضا كان من أولاده كذا، لكن يعني لم يحفظ. العلماء كانوا يحفظون أحيانا المهم، يحفظون مشايخه، يحفظون طلابه، أما أن يحفظوا كم عدد أولاده ويعني كم عدد زوجاته هذا لم يكن موجودا عنده. هذا فيما يتعلق بالإمام البخاري. أما صحيح البخاري فنتحدث عنه بعد الأذان إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في علمه وورعه وطلبه للعلم وجمعه للحديث. أما فيما يتعلق بصحيح الإمام البخاري فهو كما قال بعض أهل العلم يقول شرح البخاري دين على أمة، يعني لا بد أن الأمة تسدده كل فترة، تشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واردة في صحيح البخاري. رؤية للبخاري أو لصحيح البخاري رؤية له عدة منامات تمدحه وتثني عليه، تثني على الكتاب. والاستشهاد بالرؤى لا بأس به، لكن لا يعتمد عليه الإنسان في اتخاذ قرارات في حياته. يعني إنسان مثلا رأى رؤية مثلا أن فلانا يفعل كذا وكذا، لا تأخذ قرارا بأن تقاطعه أو تعتدي عليه أو تتهمه أو نحو ذلك، تبقى أنها رؤية منام. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الرؤية تسر المؤمن ولا تغره، تسره إذا قيل والله رؤية كذا وكذا سر بها، لكن لا تغره وتجعله ربما يتخذ قرارات في حياته سيئة على الآخرين، لكن لو اجتنب شيئا أو أقبل على شيء لا بأس بسبب الرؤية الصالحة. قال بعض أصحابه محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، وراق البخاري يعني تستطيع تقول السكرتير، لأنه هو اللي يجمع أوراقه يكتب له يأخذ راتب يعني، لكن هو المرافق له فكان يذكر عنه. قال رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال النجم بن فضيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قرية والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد اللي هو البخاري ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن حفظ الله تعالى به السنة. وزيادة على مذكر يقول أبو سهل المروزي سمعت أبا زيد المروزي، أبو زيد المروزي هو من كبار علماء الشافعية، يقول هذا أبو زيد المروزي رأيت في المنام وكنت نائما في الحرم بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي. قلت له أولك كتاب يا رسول، أنت تركت كتاب ندرسه، أولك كتاب يا رسول الله. قال نعم جامع محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري اللي فيه كلامي، ما فيه كلام يعني لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله تعالى في الصحيح ما خلط كلام ابن عمر بكلام جابر يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو جاب أحكام فقهية، لا فقط أحاديث نبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش تدرس كتاب الشافعي وكلام الشافعي ولا تدرس كلامي ولا تدرس كتابي. قلت أولك كتاب؟ قال نعم جامع محمد بن إسماعيل اللي هو صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه
دفعه إلى تأليف صحيح البخاري، يعني بعض الأمور ذكرت وإن كان البخاري لم ينص عليها، من ضمن ذلك أنه لم يجد كتابا يعني يستطيع أن يتفرغ الشيخ لتدريسه للطلاب يكون كله صحيح، فقال أنا سأصنع هذا الصحيح. ومنها أنه كان عند إسحاق بن راهوية وقال إسحاق للطلاب يقول لو أن رجلا، يعني أمنية من أمنيات الشيخ، يقول لو أن رجلا جمع كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا واحد كذا يجمع كتاب مختصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وكنت حاضرا معهم فوقع ذلك في قلبي فبدأت في جمع الصحيح. وأجر جمع الصحيح صحيح هو البخاري، لكن أيضا لإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أجر، فإنه هو الذي فتح الباب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك أنت اقترح اقتراحات خيرية على الناس، اقترح، جئت مثلا عند واحد وضع لك تمر كثير وقال يا أخي ترى عندنا تمر كثير في البيت، فقلت له طيب يا أخي ليش ما تضع عند المسجد طاولة وتحط عليها كل يوم صحن تمر يأكل منه ربما بعض الجائعين، ووضعت معها كرتون ماء بعد، جزاك الله خير، ما دام عندك تمر كثير وعندك ربما من يخدمك في هذا، أولادك الكبار أو سائق أو كذا، اقترح عليها الاقتراح، وربما أنه يفعله ويكتب لك أجر إطعام الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويكون لك الأجر وأنت لم تفعل ذلك، وربما لم تعلم أيضا أنه فعله، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ويأجرك عليه. أو لو اقترحت أي اقتراح، هذا الآن إسحاق بن راهوية اقترح، قال لو واحد يا جماعة يجمع لنا الأحاديث الصحيحة، فإذا بالبخاري يقع هذا الاقتراح في نفسه ويجمع الأحاديث من ضمن، يجمع صحيح البخاري اللي هو قرابة 4000 حديث، جمعها من 600,000 حديث، ولبث في جمعها 16 سنة. يقول صنفت صحيح البخاري 3 مرات، يكتب الصحيح بعدين يخلصه بعدين يقول لا والله يحتاج تعديل، يبدأ ينسخه مرة ثانية، الترجمة هذه ما تصلح لها لازم أغيرها، هذا الحديث بهذا الرواية أنقله إلى هذا الباب وهذا الباب يأتيه، يقول 3 مرات وأنا أعيد كتابة صحيح البخاري في تأليفه. يقول حتى كان النسخ الأخير في الحرم، جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا فلبث في الحرم وجعل ينسخ صحيح البخاري. يقول ولقد رأيت في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، أذب عنه لو جاء مثلا شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يذبه عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب. قال البخاري فهو الذي حملني أيضا على أن أخرج هذا الكتاب. وكان البخاري رحمه الله تعالى يتعب في تأليف الصحيح. يقول عنه الوراق هذا صاحبه، يقول كنت مع البخاري ذات مرة حين كان يؤلف كتاب التفسير، كتاب التفسير في صحيح البخاري، يعني لما تأتي عند البخاري يقولك مثلا كتاب بدء الوحي، ثم يأتي باب كذا باب كذا، بعدين يقول كتاب الرؤيا كذا، كتاب فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي رضي الله عنه إلى آخره. يقول يؤلف كتاب التفسير، الأحاديث اللي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، باب تفسير قوله تعالى كذا، قال صلى الله عليه وسلم باب تفسير. يقول فكان ينام ثم يستيقظ فجأة ويكتب حديثا ثم ينام ثم يستيقظ، قال فوالله لقد عددتها له، قد استيقظ في تلك الليلة 15 مرة إلى 20 مرة، وهو بينام يتذكر لا هذا الباب لو أني غيرت كذا، ويقوم يخشى أن ينساها ويكتبها من جديد، ثم يأتي ينام ثم يقول له هذا الباب لو قدمناه على الثاني، يقوم ويبينها من جديد. يقول فكنت أقول له لو تركتها إلى غد، قال أخشى أن يذهب ذلك عني، أخشى أني أنسى أن أسجلها لكثرة المعلومات. صنف البخاري رحمه الله تعالى كتابه ولم يعتز به، يعتد به ويقول هذا كتاب أحسن كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، وإنما أخذ منه نسخا وعرضها على العلماء، عرضه على علي بن المديني وصنفه، وعرضه على أحمد بن حنبل، عرضه على يحيى بن معين، فاستحسنوه وشهدوا جميعا أن كل ما فيه أحاديث صحيحة إلا 4 أحاديث اعترضوا عليها، ليس كلهم أجمعوا على الاعتراض عليها، لا
مثلا الإمام أحمد يقول لا والله شوف الحديث ضعيف، يقول علي بن المدينة وأنا أيضا هذا حديث ضعيف، لكن الحديث الذي ضعفته يا أحمد ترى صحيح لكن هذا ضعيف. فالحديث اللي ضعفوها أربعة، وعند البحث في سندها صار الصواب مع الإمام البخاري. فتستطيع أن تقول أن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين هم يعني تستطيع أن تقول يعني أساتذة الحديث وعلماء الأسانيد والجرح والتعديل شهدوا البخاري رحمه الله تعالى بهذا. البخاري كما ذكرت انتخب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها في صحيحه، ووضع لكل حديث بابا، وأبواب البخاري تسجل فيها اليوم شهادات دكتوراه. لماذا لما يأتي مثلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الباب، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات، بدل ما يقول مثلا باب العمل بالنيات يقول مثلا باب الإنفاق في سبيل الله مثلا يعني. فيأتي الواحد يقول طيب إيش دخل الإنفاق في سبيل الله في هذا، فيأتي الباحث يبحث إيش الربط بين هذا وبين الحديث، فيجد عجبا من الفقه الذي يقصده الإمام البخاري. صنفت طبعا حول البخاري رحمه الله تعالى وحول صحيحه كتب كثيرة وشروح، زادت شروح البخاري اللي شرحوا صحيح البخاري، وهم في الحقيقة ليس إكراما للبخاري، إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإكراما لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وصلت الشروح إلى أكثر من 300 شرح، المطبوع منها الآن قرابة 40 شرحا، ومنها شروح كاملة ومنها شروح ناقصة، لكن اهتم العلماء به اهتماما كبيرا. البخاري رحمه الله تعالى عنده عدد من التراجم، يعني سأسوقها بإذن الله تعالى، نذكر لكم أثناء كلامنا في الشروح نذكر لكم ما علة كل ترجمة بجانب حديثها. كان البخاري رحمه الله تعالى يشترط في من يروي عنهم أن يكونوا ثقات عدول، أن يكون السند متصلا غير منقطع، يشترط ما يشترطه العلماء عموما في الأسانيد في قوة السند وفي سلامته من الشذوذ والعلة، ويزيد على ذلك شروطا شدتها أكثر. ولذلك الإمام مسلم ليس متشددا في الأحاديث، مثل يعني البخاري رحمه الله لابد أن يثبت عنده اللقية بين الراوي والراوي، يعني مثلا لما يروي مثلا عن فلان عن فلان لابد أنا واثق أن فلان الأول ما يكذب فعلا روى عن فلان، واثق أن فلان الثاني أيضا ما يكذب أن حدث فلان، لكن لابد يأتيني قصة ثالثة أنهما التقيا، التقى به في الحج، التقى به في سوق، التقى كانوا ساكنين في بلد واحد، أهم شيء أن يكون ثبت عندي أنهم التقوا يوم من الأيام. طيب أن تشك في صدقهم، هذا رجل عالم لم يكذب، لم يقول حدثني فلان، أكيد حدثه، والثاني لما يحدثه أكيد ما اخترع الحديث، أكيد أنه حدثه وكلاهما صادق، يقول نعم صادق، لكن أشترط أن يثبت عندي من في التاريخ. ولذلك ألف كتاب اسمه التاريخ الكبير، يثبت عندي في التاريخ أنهما التقيا، يأتيني قصة أنهم شافوا بعض حتى فعلا أتيقن أنه لقيا. لذلك هذا الشرط الشديد جدا لم يكن عند مسلم. مسلم رحمه الله تعالى خلاص يقول مدام هالراوي هذا ثقة وروى عن ثقة أكيد لن يكذب علينا، لن يقول حدثني وهو لم يلتقي به، كيف حدث يعني. فبعضهم انتقد عليه هذا الشرط وقالوا إنه ترك كثيرا من الأحاديث بسبب تشدده، وبعضهم قال لا بل هذا الشرط لما يعني ذكره البخاري رحمه الله تعالى كان فيه نوع من يعني القوة على في صحيحه. أخيرا العلماء وازنوا ما بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأجمعوا على أن البخاري رحمه الله تعالى أضبط وأن حديثه أقوى، لكن مسلم أجود ترتيبا. البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث، يأتي حديث مثلا صفحة كاملة، فالجزء الأول منه يتعلق بالنكاح يضع في باب النكاح، بعدين يأخذ الباقي يضع في باب الرؤى المنامية لأن في كلام عن الرؤى، بينما في النص في كلام عن النكاح لكن ما يقصه ويرجع مكانه الأول. فبدأ يقطع الأحاديث رحمه الله تعالى، وصار فيه نوع من التكرار عنده، يعني منهج من منهج المحدثين. مسلم لا، أكثر تنظيما وترتيبا، ولذلك يقول الأول يقول تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا،
أن تقدم البخاري ولا مسلم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. البخاري فاق صحة لكن حسن الترتيب وتقديم الأحاديث وكذا مسلم أصح ترتيبا، أما البخاري فهو أعظم صحة. الذي سنعتمده معنا، طبعا البخاري رحمه الله تعالى لما تدرس نفس صحيح البخاري سوف تتكرر عندك أحاديث، يعني نكون مثلا شرحنا الحديث في مثلا الدرس الأول ثم يعود إلينا نفس الحديث في الدرس رقم 20 نكون قد شرحناه في الأول، أو يكون هذا الحديث مذكورا نصفه والنصف الثاني هناك. فجاء من ألف مختصرات للبخاري، جاب أحاديث البخاري وصار يقرأ وينهى الحديث، يجمعه كله من كل الأماكن ويرجع مكانه الأول، ويرى إذا كان مثلا هذا الحديث في 5 موضوعات موضوع منها 90% يتكلم عن الحديث والبقية قليلة، يأخذه يضعه في الباب المختص به 90% حتى لو وجد معه غيره. وألفت مختصرات كثيرة للبخاري، ألف الزبيدي رحمه الله مختصرا، وألف الألباني رحمه الله، وهناك عدة مؤلفات كثيرة في الضبط وترتيب البخاري. لكن من أحسن حقيقة ما وجدت من المؤلفات التي يمكن أن تعتمد لدرس في مسجد وكتاب لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وفقه الله تعالى، هو اختصر أيضا البخاري وجمع الأحاديث المتفرقة في أماكن واحدة، طبعا لم يضف شيئا من عنده، شرح فقط بعض المفردات يعني، لكن ما أضاف من عنده شيء، إنما فقط جاب الأبواب وجمعها من مكان إلى مكان، ويستطيع يعني الطالب لما يقرأ أنه فعلا يستفيد استفادة تامة. واعتمد أيضا على عدد من المخطوطات رجع إليها في تصنيف هذا الكتاب. هذا الكتاب بإذن الله تعالى هو الذي سوف نعتمده، وسأحاول أيها الإخوة الكرام بإذن الله تعالى أيضا في شرحنا أن نأخذ كل مرة أكبر عدد ممكن من الأحاديث، لأن أحيانا بعض الدروس إذا طالت يعني عندك 4000 حديث، يعني لو بنشرح كل مرة 10 أحاديث معنى ذلك نحتاج إلى 400 درس، قسم 400 درس على كم سنة، فربما أحيانا طول الدروس يشق على الطلاب. ولذلك سوف أحاول بإذن الله تعالى أن يعني أقف على الفوائد المهمة، سواء فوائد فقهية، فوائد حديثية، فوائد كذا، نبتعد عن الفوائد التي ربما تكون بعيدة حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن ننتهي على الأقل في كل درس إذا الله يسر، يعني حسب طول الحديث وقصره، من أكبر عدد ممكن من الأحاديث حتى نستطيع أن ننجز أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذا المجلس برضوانه ورعتكم من نيرانه، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا صلاحا لنا في أنفسنا وزيادة لنا في إيماننا وحفظا لنا في صحتنا وبركة لنا في أموالنا وصلاحا وبرا في ذرياتنا، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان من كل شر يا رب العالمين. موعدنا معكم بإذن الله تعالى الخميس القادم بين المغرب والعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.